يبدو لي وهذا ما يريد معظم الإسرائيليين، أن تستمر إسرائيل في ضرب إيران وتستخدم ما حدث في إيران، بأن ليس لإيران اليوم أي دفاع جوي، وإيران اليوم مكشوفة من كل من هب ودب في أسمائها. ولذلك على إسرائيل أن تنتهز هذه الفرصة للتخلص من المشروع النووي العسكري الإيراني. في المقابل هناك من يرى العكس دكتور مردخاي، بأن طهران في ظل ما تقول بأنها بدقات تستطيع التخلص من إسرائيل، هذه هي الفرصة المناسبة، رغم ذلك لم تستخدم إلا صواريخ خشبية في ضربها لإسرائيل، والأمر مشابه بالنسبة لإسرائيل. ماذا تقولون حول هذه الرواية؟ هذه رواية لم يكن هناك أي شيء أبعد من الحقيقة منها. شوف، سلاح الجو الإيراني مزود بطائرات من السبعينيات والثمانينيات بسبب العقوبات. سلاح المدرعات الإيراني شبه عاتل كله. الجيش الإيراني ضعيف، ومن منذ الحرب، حرب إيران عراق في الثمانينيات، لم يستحدث الآليات والمدرعات، ولذلك هم طوروا الصواريخ عوضا عن الضعف للأذرع الأخرى للأخطبوط الإيراني. ولذلك إذا شوف ماذا فعلت إسرائيل، ليس فقط للدفاع الجوي الإيراني، إسرائيل هدمت شيء 20 محل لتصنيع الوقود الصلب للصواريخ الإيرانية. بمعنى الصواريخ المصنوعة يعني لها وقود، ولكن الصواريخ الجديدة التي ستصنع من الأسبوع الماضي حتى المستقبل هي بدون وقود، يعني لا تنفع بأي صورة من الصور. طيب دكتور، دكتور الإيرانيون اليوم يبحثون عن الحلول للنزول من الشجرة، نزول من الشجرة تسلقوا عليها. طيب دكتور، هناك من يقول وبكثرة وفقا لما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي، بأن اليوم ما يحدث بين إسرائيل وإيران هو عبارة عن مسرحيات فقط لخداع الرأي العام، والدليل على ذلك بأن الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل وسقط بعض منها في الأردن كان عبارة عن صواريخ خشبية فقط لذر الرماد في العيون. ماذا تردون؟ ربما هذا يدل على الصواريخ الإيرانية التي تخيف العالم بأصله، ربما هي ليست بهذا المستوى من النجاعة، وهي يعني أوكي. شوف، الصاروخ الإيراني قتل فلسطيني في الهجمة التي كانت في بداية أكتوبر، يعني قبل شي شهر. قتلت فلسطينيا واحدا، صحيح، كان في النكب. الهجمة المادية في أبريل كانت قد تسببت في جرح لفتاة بدوية مسلمة. هذا كل من أصيب في إسرائيل من تلك الصواريخ الإيرانية. إيران اليوم ليس لديها أي إمكانية لإصابة إسرائيل، ولذلك هي تريد تطوير السلاح النووي، لأن ليس لديها أي إمكانية أخرى لردع إسرائيل من المضي قدما في ضرب إيران. طيب دكتور، ختاما، إلى أين تتجه أو أوج أو سقف هذه المواجهات اليوم بين إسرائيل وإيران برأيك؟ ما هو سقفه؟ شوف، نحن نصارع الأخطبوط الإيراني، الذراع الخمسوية في غزة، الذراع اللبنانية في لبنان، يعني حزب الشيطان، والمخ المدبر لهذا الأخطبوط ألا وهو طهران وإيران عامة. اليوم لا يمكن التفريق بين الجبهات، الجبهات كلها مدارة من إيران، ولذلك علينا أن نصارع هذا الأخطبوط كي يدرس القاسي والداني الدرس اللازم، لأن إسرائيل
ربما تمهلهم ولكنها لا تهملهم. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من القدس الدكتور مرخدخاي كيدار، باحث ومحاضر في قسم الدراسات العربية في إسرائيل.